فضيلة الشيخ وفقكم الله، تقول السائلة: هل يجوز للمرأة أن تستخدم الحبوب لمنع الدورة في شهر رمضان من أجل أن تواصل الصيام؟ لا بأس بذلك، ولكن لا بد من استشارة الطبيب، لأن بعض الحبوب تضر المرأة، إذا كان الطبيب لا يرى فيها أثرا سيئا فلا بأس بذلك، مع أن الأولى تركها، الأولى تركها. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.